بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادة المستمعين والمستمعات، أجدد لكم التحية فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إخواني نبدأ أولا إن شاء الله في هذا اللقاء، لقاء اليوم الأحد 24 من شهر صفر 1434 للهجرة، الموافق للسادس من شهر يعني جانفي 2013. نبدأ فنلخص يعني الشيء اللي ذكرته أمس فيما يخص المسح على يعني الخفين ولا لي شوسات ولا لي بوتان ولا يعني لي كولون ولا يعني حتى على الحذاء حتى على الصباط يا إخواني إن شاء الله. فقلت يا إخواني أن هذه مسألة فقهية إن شاء الله، والدين تاعنا مبني على التيسير، ديننا مبني على التيسير. لو برينسيب تاع الدين تاعنا إن شاء الله سي دو فاسيليتي لي شوز يا إخواني، اي دو با كومبليكي لي شوز. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا هذا، يسرا ولا تعسرا، وهو يوصي في يعني أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ لما بعثهم إلى اليمن، فقال لهم يسرا ولا تعسرا، يسير دو فاسيليتي لي شوز اي دو نو با كومبليكي لي شوز. سبحان الله. فالدين تاعنا مبني على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فالإنسان يا إخواني يجوز له أنه لما يلبس التقاشير تاع الصباح موش شرط يكون مريض يا إخواني. هذا المريض خلاص، المريض هذا رب العالمين يسر له الأمور، رب العالمين سهل له الأمور، فعليه الحرج المريض، ولكن ما هو الشرط يكون مريض. إذن فالمريض وغير المريض جايزت له هذا الأمر. هذا أن الإنسان إذا كان الصباح كيتوضى لصلاة الفجر في بيته وكل شيء وغسل رجليه إلى لافي سي بي توسا إلى ميدي شوسات إلى ميدي شوسات ولا ما دار الخف يعني لي بوتان ولا دارت المرأة دارت اللي باتاحها ولا لي كولون تاعها وكذا ولبست الحذاء تاعها بعد ما صلات كل شيء، فيجوز لها في صلاة الظهر أو يجوز له في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجوز له ما ينحيهمش. إنسان خدام في كاميون، أن شوفير يعني تاع الطريق يعني ولا إنسان في شونتي مثلا ولا إنسان يخدم في لاغري ولا إنسان مانيش عارف أنا ليفرر شوفر ليفراري توسا، هذو ما عندهمش الوقت باش هي ولا حتى في الخدمة تاعك تو با لو طون باش تنحي الصباط تحل تقاشير ونشف وعاود البسة تو بخون دو طون. إذا فيجوز لك أنك تصلي حتى بصباطك كي تتوضى تغسل كامل يعني الأعضاء تاع الوضوء تاعك، الفم النيف الوجه اليدين، تمسح على راسك وذنيك، كي تجي في رجلك تي باس جوست لا ما من الفوق يعني من ماشي من التحت، من الفوق تمسح على الصباط او على التقاشير. اذا نحيت الصباط فيجوز لك تمسح على التقاشير او على الخف او على كذا ومن بعد وتصلي هكذا. يجوز الصلاة في الصباط يا اخواني، يجوز الصلاة. tu peux faire ta prière avec les chaussures. Avec les chaussures. À condition, avant quand tu commences la prière, regarde s'il n'y a pas quelque chose, يعني même les قذورات ou les حاجات, يعني ما يحسنش الإنسان مع الطريق يمشي فيها إن شاء الله كرمكم الله تاع الكلاب وكذا، باش يكون ما تكونش نجاسة في صباطه برك، هذا ما كان يثبت الإنسان. فوالا. وإذا كان الإنسان نحى الصباط وما حبش ينحي التقاشير فيمسح فوق التقاشير، يبلل يده، يموي لي ما يباسور يعني لي شوسات من فوق برك، ويصلي وصلاته صحيحة يا إخواني. بشرط يعني يجوز لك أن تمسح، بشرط أنك لبستهم الصباح يعني وانت واضي. لوسك تي ميتي شوسات كنت واضي، لوسك تي ميتي يعني تي شوسير كنت واضي، هذا هو الشرط الأول. إذن لابد أنك صباح تكون واضي.
الماضي وغسلت رجليك وكذا، ومن بعد دخلت التقاشير ولا دخلت الصباط ولا كذا. إذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء تنجم تمسح ما عليك حتى مشكل. إذا لابد من هذا الشرط. كذلك شرط واحد آخر هو المدة، لا ديوري. فالإنسان celui qui est résident، celui qui est résident il a une durée de 24 heures، يوم وليلة. De 24 heures ينجم يستعمل هذا الأمر ثلاث يعني يوم وليلة. المسافر le voyageur il a droit à 3 jours. À 3 jours تقدر ما تنحيش تقاشير تاعك ولا الصباط تاعك، تمسح غير فوقها برك. ثلاث أيام. كذلك أنه هذا المسح على الصباط ولا على التقاشير ولا يكون غير في الوضوء الصغير، استدل الإنسان باش يعاود الوضوء الصغير لابتزابيليزيون. أما الوضوء الكبير لازم تنحي، الوضوء الكبير يفون لفي لي شوسات، يفون لفي لي شوسير، هذا يعني القضية. إذا هذا هما إن شاء الله الشروط اللي لازم نعقلوا عليهم إن شاء الله. كذلك يعني إذا كان مثلا البرد بزاف ولا مش عارف أنا إنسان مريض ولا كذا، فيجوز له حتى بالنسبة للرأس، هدرنا على لي بيي، مي مام بوغ لا تيت، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة لو تيربيلون، مسح عليه. إذا كان الإنسان عنده مرض تاع الرأس، الماء يضره، البرد يضره وكذا، فيجوز له أن يمسح. امرأة تكون في الشارع، تكون في الطريق مسافرة ولا في الشارع ولا في مطار ولا مانيش عارفة أنا وين، ويحكم عليها الوقت تاع الصلاة وتبغي تتوضأ، فيعني قدام فما تنحيش خمارها، تمسح فوقها فقط، تمسح فوق الخمار. باش يزال يا إخواني، شيزال أليش يزال، راني نقول كي تكون برا شيزال. إذا كان الماء يضرها، إذا كان عندها الميجران، عندها شقيقة، الماء يضرها وكذا، حتى شيزال تنجم تمسح فوق الخمار. لكن راني نقول المرأة إذا كانت مثلا مع وليداتها، مش عارفة أنا في السبور كيما راهم كاع، يعني الحمد لله كاين النساء اللي راهم تلاهين بالولاد سينو يضيعوا، بس لي بارون الله غير الرجال غير الله يقدر الخير برك. فيا دي مامون دي فوا يسو تخوف دون لو ستاد بارابور، يعني الولد عندها سبور ستخوف بالك تكون في يعني مش عارفة أنا مع وليداتها تتنزه ولا كذا، سي بوسيبل، ولا تكون تقضي ولا كذا وتبغي تتوضا. فهنايا الغاشي وكذا والناس ما تنحيش خمارها، وانما تفوت عليه فقط يا اخواني ان شاء الله. هذا بالنسبه لهذه المساله ان شاء الله. الان نذكر ان شاء الله ان شاء الله الدعاء لانفوكاسيون كوني اون تران دابروندر ان شاء الله، صافي اون سيمان اكزاكتومون ان شاء الله، والبارح شرحت هذه بالتفصيل ان شاء الله. الدعاء اللي نعوذ به اولادنا، كومون دوموند لا بروتيكسيون د الله سبحانه وتعالى اون فافور دو نو زونفون. اذا فدعاء يعني تعويذ الاولاد، ما نعوذ به اولادنا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام وكان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كذلك، يعني هذا الدعاء يعني دعاء الانبياء يا اخواني ان شاء الله. فكان هذه سنه الانبياء. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ الحسن والحسين، لو بروفيت عليه الصلاه والسلام افي لابيتود دو دوموندي انسي لا بروتيكسيون د الله سبحانه وتعالى بور سي بوتي فيس الحسن والحسين. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Je vous place sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout animal venimeux et contre le mauvais œil. هذا إن شاء الله يعني الدعاء تاع السيمانة هذه، واليوم كملنا معه إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كلكم حفظتوه يا إخواني، وكلكم يعني اللي ما حفظوش كونوا كتبوه إن شاء الله. ولازم نعوذ أولادنا صباح وعشية يا إخواني إن شاء الله. اللهم علمنا إن شاء الله. نصل إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا كصباحية كل أحد إن شاء الله، فنصل إلى إن شاء الله مواضيعنا، وهي مواضيع الأسرة. مواضيع الأسرة إن شاء الله محاولة منا إن شاء الله أن نكون سبب
سمحتم فقط قبل ما نبدأ الدرس، كاين أخت يا إخواني إن شاء الله، وعدت باش ندير لها نداء. كاين أخت elle a perdu tous ses papiers، son sac، فيه لا كارت ريزيدونس، فيه لا كارت تاع الكارت بلو، فيها يعني لا كارت دو دونديكاب، فيها كل كواعدها مسكينه، ومع اللي عندها لو ديابيت راهي مخلوعه قاعك في هذه الامور. فرجاء يا اخواني، اذا كانش انسان ولد حلال ولا بنت حلال، يعني صاب هذا الكواعد ان شاء الله، يتصل بي ان شاء الله باذن الله، وحنا نبلغوا الامانه هذه، علما انه بالتجربه كل ما وجهنا نداء الا والحمد لله رب العالمين يجيب الخير ان شاء الله. alors une femme qui a perdu tous ses papiers، il y avait sa carte d'identité، يعني il y avait la carte des handicap، la carte bleue، tous les papiers تاعها. فان شاء الله اذا كانش اخ ولا صابهم ولا أخت ولا بنت حلال إن شاء الله، فتكلمنا الله يحفظكم إن شاء الله. تكلمني أنا وأنا نتصل بالمرأة هذه إن شاء الله، وربي إن شاء الله يهدينا جميعا إن شاء الله، ويجعلنا ربي مفتاح للخير إن شاء الله. إذا قلت يا إخوانا إن شاء الله، مواضيع يوم الأحد هي مواضيع إن شاء الله حول الأسرة، كي كونسير إن شاء الله الحمد لله لا فامي، ونساي بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول إن شاء الله باش نساهموا دو بارتيسيبي إن شاء الله، بور يعني فار لو ميو، بور بريزيرفي يعني نو فواي إن شاء الله. فلا بد أن نتفاهم يا إخواني على شيء، فكون سوا داكور كو يعني لأنه يعني ما كانش بيت من البيوت إلا وتكون فيه مشاكل يا إخواني. ساسي اللي كونفلي كونجيغو هادو، يعني فكل بيت فيه، يكذب الإنسان اللي يقول أنا ما عنديش مشاكل ولا ما وقعت الناس مشاكل، لكن كل واحد على حساب القضية، كل واحد عنده أن دوغري تاع المشاكل تاعه. والمشكلة يا إخواني نقول يعني فيه مشاكل، لكن المشكلة الكبيرة، المشكلة اللي هي أكبر من المشاكل، لو بروبليم كي بلو غران كو لي بروبليم يعني فاميليال، سي لوسك اون ريزودر با لو بروبليم. يعني المشكلة الكبيرة من المشاكل كلها هي لما ما نحلوش المشكل، لأن المشكلة ما تتحلش بنفسها يا إخواني، لو بروبليم يو با سو ريزودر يعني لوي ميم. Alors il faut qu'on bouge pour le résoudre le problème. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on prenne l'initiative pour résoudre les problèmes. Et là, il faut toujours chercher, subhanallah al-azim. Fa-la-bud de chercher la solution qui correspond pour guérir ou pour traiter ce problème-là, et ne le laissez pas. Parce qu'il y en a des gens qui laissent le cumul, zid ali, n'hali tartag, khlas, ma'andak, ga'mad dawi, subhanallah. إذن فالمشكل الكبير للمشاكل الأسرية هو عندما نهرب من المشاكل وما نحلوهاش. لا، فيه مشكل يا أخي نختاروا الوقت، on choisit le moment préféré et on s'assoit tranquille et on le discute. ثم حاجة واحدة أخرى مهمة جدا في حل المشاكل الزوجية، في حل المشاكل، وهذا أمر إن شاء الله ينصح به الإنسان، كل خوه ينصح به نفسه، هو يا إخواني إذا حبينا المشاكل الأسرية تتحل، سي اون فو كو لو بروبليم لي كونفلي كي على الانتيريو دو لا ميزون اون لاغ تروف اون سوليسيون، فأول الخطوات لو برومي با سي دو لي غاردي ا لانتيريو دو لا ميزون، دو غاردي لو بروبليم او بيان لي بروبليم كونا اون لي غارد ا لانتيريو دو لا ميزون، إل فو با لي سورتي، ما تخرجيهمش يا أختي، المشكل اللي عندك ما تخرجيش لا لأمك ولا لأبويك ولا لأخوك ولا لأي حد، خليه في البيت. Et tu attends le moment préféré, le moment يعني اللي يليق كي correspond، وتحدثي مع زوجك وحله. أنت كذلك يا أخي، المشكل إذا بغيته يتحل، أولا لازم حل المشكل، لازم تحوسوا على حل. ثانيا قبل ما تحوسوا على الحل وتحبوا الحل يجي سهل، اللي يحب الحل تاع المشكل تاعه مع زوجته، ولا اللي تحب المشكل تاعها مع زوجها يجي سهل، ماذا بيها ما تخرجش عيوب دارها لبرا، ماذا به الإنسان ما يخرجش عيوب دارها لبرا.
ما تحكيش للناس، ما تحكيش للناس، ما تحكيش حتى لأمك، ما تحكيش حتى لباباك، ما تحكيش حتى لأخوك، حتى تشوفي إذا كان هذا الزوج هذا سيدتي امبوسيبل باش تسيبي معاه حل. والله يا إخواني كل ما خلينا وضيقنا على المشكل، ضيقنا عليه با ليسي بوكو ديسباس، وضيقنا عليه إلا ويتحل. بصح إذا كان غير كلمة زوج، ألو ما تعرفي اش دار لي وتعرفي اش قال لي، وامك تخبر ابويك وابويك مانيش عارف انا يخبر من صحابه ولا مانيش عارف كذا، وهي ماشيه الامور ولا هو كذلك، قالوا ما تعرفي البارح خلتني بلا عشاء، امك بعد شتا ولدي كي كنت عند امك كنت عزيز نطيب ونحط كل شيء وكذا، هذا براسك انت بغيتها وتزيد لك امك في المشاكل انت بغيتها. اذا علاه هي كان مشكل غير بسيط بت بلا عشاء، ما فيها حتى مشكلة سيدي، ما فيها حتى يعني لا 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 ما فيها حتى مشكل، مش من بعد سي با لا فان دي موند، بالك ما كانش طايقة، بالك التي فاتيغي، بالك لا با اونفي، بالك سي بوسيبل، سي بوسيبل سبحان الله، بالك في بالك مثلا بعض الازواج ما يفهموش كي المرأة تاعو يكون عندهم لو سيكل تاعها لي راجل تاعها كاين واحد الحالة نفسية، فسي بوسيبل نفهم المرأة تاعي ماشي مشكل، وما نديرش من الحبة قبة. Je ne veux pas faire, subhanallah, d'une futilité, يعني un problème énorme. On dirait que c'est la fin de la Qiyama. Non. Falil buyuti asrar. Lil buyuti asrar. هذا عنوان كبير. لازم الإنسان يكتب على باب داره. أو في غرفة لل buyuti asrar. فهو يعني chaque fois il a des secrets, des secrets, يعني للقضية. لكن لما تعودي تهضري لحباباتك وهو يهضر لحبابه وكل شيء، الناس يا إخواني صدقوني علاش نقول هذا الكلام، اليوم الناس اللي يبنوا سون غار، لي جون كي كونستروي اوم لي فام، لي جون كي كونستروي سون غار، مي لي جون كي ديتروي سون بوكو، الناس اللي يهدموا اكثر. اليوم رانا نسمعوها في البيس، نسمعوها في المرشي، نسمعوها في التليفون اللي يقعدوا يهضروا مع بعضهم، يا ودي تشك بدلي غادي تسيبي خير منها انت، يا كي قاعده تتبعي لي في واحد ما كاش لي تقول هلا اتقي الله وقاضي رجل راجلك وحافظي على دارك، ولا يا ودي قيسي غادي بدلي قيسيه، ولا الاخر يقول ودي قيسها غادي صاحبي سبحان الله انت سبحان الله، انا نجيب لك واحده، يقول انا نجيب لك واحده، تقول ترى انا في الليل. لا اله الا الله، لا إله إلا الله يا إخواني سبحان الله العظيم. إذن الناس اللي يبنوا والناس اللي يعني يحبوا الخير قلال قلال، غير الناس اللي يحبوا يعني يهدموا ويحبوا الشر والعياذ بالله. إذن فلا بد للإنسان باش ما يطيحش في هذا الفخ هذا، فلا بد يا إخواني أن الإنسان يحافظ على سره ويحافظ على يعني الأسرار تاع بيته بينه وبين زوجته، حتى الأولاد يا إخواني فوبالي ميلي، ما تدخلوش وليداتكم في المشاكل سبحان الله، مش ذنبهم هم مساكين، بس كل اللي زنفون أبخي كانوا يدخلوا في المشكل وما مش بالغين مساكين ما هم فهمين والو، سي يفون بخوند لا بارتي تاع لامامان لبار يفاس فاشي، سي يفون بخوند لا بارت تاع لبابا للامير الفاس فاشي، ويقعدوا مساكين يفون سوفخير يفون سوفخير et ils vont payer le prix de quelque chose qui sont, يعني sont pour rien. إذا حتى الأولاد لا. فأمليح مرة على مرة الإنسان يا أخي هو وزوجته يتخوف أن مومون. ماشي عيب، أنا نقول لكم يا إخواني ماشي عيب أنك تهز زوجتك وتروح تأكل برا، بدل شوية من الدار. ما تطيبليش اليوم غادي نخرج أنا وياك نفطروا برا ولا نتعشوا برا. et on trouve le temps pour discuter سبحان الله. حبسي ما تطيبيش غادي نخرج برا ناكلو مره في السيمانه مره في الشهر، اي اون ديسكوت اون برو لو طون كيلفو. كاين السيد ملي تزوج ما خرجش مرته، كاين ملي تزوج المراه تاعه ما ركبتش معاه في لوطو سبحان الله، وكي تركب من الراول. او لا اله الا الله، نو يفو تروفي هاد لو طون هذا يا اخواني ان شاء الله. فلهذا يا إخواني قلت أنه الهدف تاعنا إن شاء الله هو كيف نحافظ على البيوت. فأولا قلت يعني المشاكل لازم نحطوا هذه في البال يا إخواني، المشاكل اللي بروبلام يانا توجور، كي نضحكوا نهار سيمانة تفوت بالزعاف، ولا كي نضحكوا يومين أب يفو أتندر للقضية. هذه سنة الله في الحياة، هذه سنة الله في الحياة يا إخواني. لكن
المشكل الكبير من المشاكل هو لما ما نحلوش المشكل. سي سا لو غران ديفو. لوسك اون ايساي با دو ريزودر لو بروبليم. لوسك اون ايغنور لو بروبليم. الو كيل اكزيست. Et ça, c'est un grand défaut. Et ça, ça va nous ramener à payer le prix cher. Parce que le cumul de problèmes, c'est un défaut. C'est un grand défaut. مشكلة اليوم تتحل اليوم. غدوة ثانية عندها مشاكل تاعها. Comme aussi que demain, il a يعني les obligations تاعها وكل شيء. إذا مشكلة اليوم تتحل اليوم. ومشكلة أمس تكون تحلت أمس يا إخواني. Faut pas le cumuler. ولهذا لما كنت تشوفوها تلاحظوها ولا روماركي ديجا لما يدارز المرأة مع الرجل وتجيبه تصلح بيناتهم تبدأ تجبد لك ودار لي ودار لي ودار لي ودار لي. لو كان هذا المشكلة تحل ساي ما عادش دار لي ودار لي ودار لي ودار لي باسكو إيزون ريزودر هذا البروبليم. ولكن للأسف الشديد يعني للأسف الشديد المشاكل ما تتحلش، نهرب منها. الهروب من المشاكل ليس حل لها، وإنما لابد من مواجهة المشاكل، لابد من مواجهة المشكل بالحلول. والحمد لله كي تكون النية، كي تكون النية وهذا أمر مهم في الدين، كي تكون النية صادقة وتكون عند النية نية الصلح، والله غير ينزل تنزل الرحمة، تنزل الرحمة ويعني تصيبوا الحل. لأنه فيه النية صادقة. ربي شاف القلوب تاعكم في زوج كنتي كي هو وشاف في قلوبكم بأنكم يعني عندكم نية الخير، نية العشرة الطيبة، نية أنكم تكملوا الطريق، تكملوا الطريق. إذن فتنزل الرحمة يا إخواني. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ربي يقول إن يريد si vous avez l'intention d'arranger, de se concilier, إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. سبحان الله. زوج راحوا، زوج بعثهم سيدنا عمر باش يصلحوا بين امرأة وراجل، جاوا راجعين قالوا لهم ما تصالحوش، جلدهم سيدنا عمر، قال لهم لو كان كنتوا بنية الصلح لكان تصالحوا. ما كانش عندكم نية أنهم يتصالحوا، جيتوا راجعين لي قلتوا لهم ما تصالحوش. لابد من النية، لابد من النية. إذا فهذه النقطة الثانية دائما اللي ما لازمش ننساوها، دائما كما قلت حل المشكل ما نهربوش منه. غاردي المشكل في الدار، يفو با لو سوغتيغ للبيوت أسرار. إيه الحاجة الأخرى يا إخواني، دائما حط بين عينيك يا أخي مي دوفون توا توجور que le parfait il n'existe pas. Le parfait il n'existe pas. إذن فأنت يا أخي ديت امرأة tu as épousé une femme qu'elle a des qualités. Déjà c'est ces qualités qui t'ont attiré vers elle. Subhanallah. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui ça yani épouse une femme qui n'a pas de qualités. C'est les qualités qui donnent l'envie de se marier avec cette femme et de faire cette union avec cette femme. C'est qu'est-ce qu'elle a comme qualité. Mais ces qualités, ça veut dire pas qu'elle a pas de défauts. Les défauts, ils sont toujours cachés. Et on les constate quand. On les découvre quand. C'est في العشرة في المعاشرة. كذلك انت يا امرأة كي ديتي هذا الرجل هذا tu l'as pris parce qu'il a des qualités. عجبوك فيه صالح ما شاء الله وكذا ويعني قول للغالي مي سا فو دير با كو الى كو دي كاليتي الى اوسي دي ديفو هاد لو ديفو هادو اي زيتي كاشي مي اون لي ديكوفر كون سبحان اون لي ديكوفر يعني كي تكونوا مع بعضاكم في العشره. اذا سي اون بار سور لو برينسيپ كو لو بارفي لي اكزيست با ني دو كوتي دو لا فام ني دو كوتي دو لا دلوم. اذا اي فو كو جو ماتان ا ديكوفرير دي ديفو اي là, c'est là, il faut que j'ai une stratégie de comment je réagis, dans, yani, lorsque je découvre un défaut ou là, yani, on a un conflit et tout ça. Et donc, qui me dit, Fibéliadabelle, le parfait, il n'existe pas. Ça veut dire que déjà, dès le départ, je pars sur le principe du pardon. نتعلم نسامح لأنني نعتقد اعتقاد عندي je crois à la chose que le parfait n'existe pas. On est que des êtres humains, on a des qualités comme on a des défauts. Si je reconnais qu'on a des défauts, c'est-à-dire je pars en face de défauts, je pars sur le principe de pardonner. J'apprends à
سبحان الله، انا المرأة اللي ما تسمحش للراجل ما يقدرش تستمروا في حياتكم، الراجل اللي ما يقدرش يسمح للمرأة كي تغلط او مستحيل بها تديروا الدار سبحان الله العظيم. اذا المرأة لازم تسمح والراجل لازم يسمح سبحان الله. اي كي يكون لو كونفلي، لوسكو نا لو كونفلي il faut qu'on essaye de mettre les qualités en avant pour ne pas prendre une décision qui يعني سبحان الله au détriment de notre famille. مثل سيكاليتي اونافو ما تنساش قال فيه وفيه بصح لا ولد الناس ما نظلمهاش، ولد الناس قايمني، ولد الناس عمره ما سب لي والدية، ولد الناس قايم بولاده وكل شيء. مي في هذا الديفو هذا مثلا مقصر في هذا الحق مثلا. ثاني انت كذلك ولد الناس عدل، خاف رب اعدل، قول بنت الناس ما نظلمهاش، ديما فراشي نظيف، ديما الحمد لله كسوتي محدة، ديما مكلتي طايبة، ولادي الحمد لله ديما نظيف وكل شيء، الحمد لله ما مانيش مخصوص وكذا. بس صح فيها ديفو، قال مثلا تعيط بزاف، تنقرش بزاف باغ اكزومبل سبحان الله، ها ستان ديفو. مي يعني لي كاليتي كي تقدمت لي كاليتي المرأة بروحها تقول لك سبحان الله، وي يا خويا صح سامح لي يا خويا غلط سامح لي، لأنك تعمي لي كاليتي اون افون. مي حنا المشكل للأسف الشديد جامي امي لي كاليتي اون افون، احنا يا كل ديفو فيه وفيه وفيه وفيه. تقول انت دات بليس، ولما يقعد يهضر لك هو فيها وفيها وفيها تقول انت شيطانة. لا انا نعرف بلي بنادم تزوج مع امرأة تزوجت مع راجل، ماشي بليس تزوج مع بليسة سبحان الله. اذا فنحن فينا دي كاليتي كوم ونادي ديفو سبحان الله. اذا فلما نروح بهذا المبدا هذا، بهذا المبدا بان اونيك دي زاتري ما اون دي كاليتي اي دي ديفو ان شاء الله، لي كاليتي فو توجور لي متر اون افون اي لي ديفو اون ايساي دو لي ريباري ان شاء الله. كذلك يا اخواني بانه لابد ان ننطلق من منطلق مهم جدا يا اخواني، وهذا هو اللي يفسد المنطلق لا باز لو برينسيپ كو chacun il a son rôle. Chacun il a son rôle. L'homme il a son rôle dans le foyer et la femme elle a son rôle dans le foyer. Et il faut jamais renverser les rôles. Il y a des circonstances, où يعني, c'est plus fort. Une femme qu'elle va au travail ou bien elle cherche le travail parce que son mari malheureusement a un accident ou là il a perdu son emploi, il a cherché, il n'a pas trouvé. C'est par nécessité, zarura. Mais sur le principe, l'ihtawad, normalement, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui assume. Et c'est pas le contraire. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est lorsqu'on inverse le menqalbou le mawazin, ou t'oud le mra, dir khidmat le rajal, ou le rajal dir khidmat le mra, jamais t'emchi l'omour, ya ikhwani. Jamais. Farrajal ndar, ya akhi, ndar bach huwa yisa ala le mra, huwa le mas'oul aliha, huwa yinfiq aliha. هو يكسيها، هو يعني سبحان الله يعيشها يقوم بها لأنها زوجته راه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. والزوجة كذلك صار رول باين، فتعتني بزوجها طيعه، تربي له وليداته وتقوم به، تقوم ببيتها لأنها أم، لأنها مدرسة، هي كل شيء يا إخواني، هي كلش. إذن فإلفو جامي غنفرسي شاكن إلى صار رول. La nuit, elle a son rôle, et le jour, il a son rôle. Et le jour et la nuit, ce n'est pas des ennemis, mais ils se complètent. Alors la femme, elle a son rôle, et le mari, il a son rôle. Et vous n'êtes pas des ennemis, mais non, vous se complétez entre vous, pour votre intérêt et l'intérêt de la famille, les enfants aussi, Inch'Allah. Mais lorsqu'on inverse les rôles, c'est là où la catastrophe, c'est là que le foyer va à l'échec. شوفوا يا إخواني العواقب. Je dis pas toutes les femmes, loin de là. Je généralise pas, même si je dis نتكلم لكل الناس, mais pas à 100%. Il y en a les exceptions, alhamdulillah. شوفوا يا إخواني لما المرأة تخرج للخدمة, الراجل يخدم والمرأة تخدم. تقول هلا غيبها نعاونك. بصح لي كونسيكونس تاع هذه. نهالي تدير شوية درهم. تقول أخويا لما عجبكش الحال روح, أنا بخدمتي. لما عجبكش الحال شت وين المشكل وين صاي غير درت شويه دراهم ادو كوتي تقول اخويا لما عجبكش الحال روح انا بخدمتي وبلوطويا وكل شيء ما على باليش بك انا ما راجع كاع ما نستحقاش مي هذا سيفو الكلمه هذه ما تقول ما نستحقش الراجل ولا الراجل يقول ما نستحقش المراه سيفو يا اخواني سبحان الله مي
لابد الإنسان يكون قادر، يكون قادر بور أسيمي. فالرجل هو المسؤول يا إخواني، الرجل هو المسؤول في البيت، والمرأة هي كذلك لها دورها يا إخواني، لها دورها. إذن فالراجل والمرأة يكملان بعضهما البعض يا إخواني. هذه العلاقة بين الزوج والزوجة يا إخواني لو كابيتال تاعها يفو لو بريزيرفي، لو كابيتال تاعها يفو لو بريزيرفي. لو كابيتال دو سيت يونيون سي كوا؟ هو الحب، هو الحب، هو الوفاء، هو الرعاية، هو الثقة، هو الثقة. فالبيوت لازم تبنى على هذه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالبيوت إذا خلت من المودة ومن الرحمة، البيوت إذا خلت من الثقة ومن الإيثار ومن الحب، فهذه خراب، هذه ولات عشة تاع شواطين تاع عتل. لابد أن نشيش لا شوز كي غان يعني دون ان فويي سي ست يعني ست كونفيونس ست يعني ست يعني ست امور ست يعني افيكسيون يعني كالدواء يعني يعني غيني دون لي فويي. سبحان الله. اذا فلابد، لابد يا اخواني، لان هذا هو الذي يحرص عليه الاسلام سبحان الله العظيم. اذا فيعني هذا الكابيتال، هذا راس المال، هذا لابد من المحافظة عليه، لابد من المحافظة عليه. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لنا النبي عن يعلمنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله. بعض الناس نجد عندهم الحب، بعض الناس نجد عندهم الإيثار. سيدي جينيرو سي سبحان الله، دي جون كي زون بوكو دافيكسيون ما شاء الله سبحان الله. يقول لك اخويا انا المريض سبحان الله، المريض يا خويا سبحان الله يغيظني، الفقير يغيظني، القليل يغيظني. وعلاه ما تغيظكش مرتك يا اخي اللي راك حاقرها في الدار؟ هابدا بها تغيظك ثاني هي مسكينه، اللي راك مجوحه، اللي عندك عام مشيت لها الصباط، اللي راه عندك عامين ما دخلتش عليها بالك سبحان الله العظيم حتى كادو ورده تاع ورده اللي هي ورده برك سي با، انت تدخل على مرتك ورده يا اخي سبحان الله. مادام يغيظك هذا المريض ويغيظك هذا القليل ويغيظك اللي مغبون وتغيظك اللي مغبونه، ابدا بمرتك اولا، ولا تسمحها هي تطول في كرسيها. تعرفي انا حنينه والله العظيم، تعرفي اللي عندي نقسمه، يغيظني القليل ونوقف مع اليتيم ونوقف مع غير اللي ما نزل. بصح وقفي قبل مع راجلك، ابدا براجلك وقفي معاه، ابدا باللي راح حذاك، ابدا بوليداتك سبحان الله، اللي راك انت نورمالمون تكوني انفيتمون ليه وهو يكون لك انفيتمون. هنا لباس لكم وانتم لباس لهم سبحان الله. الواحد كي يعدي كي ينحي اللباس اللي فوقه يتعرى ولا ما يتعراش سبحان الله. اذا نبدا به هو الاول باش يبقى مستور، حني عليه تهلاي فيه قومي به سبحان الله. وانت ثاني يا اخي ابدا بها هي، حن عليها سبحان الله، تهلا فيها، حبها ماشي عيب سبحان الله العظيم، والا مسكينه غادي تتعرى. فبعض الناس برا يضحك قاع مع الناس، بصح كي يدخل للدار لا موان دي شوز مام ان سوغيغ سبحان الله، مام ان مو جونتي ما يسمعوش في الدار. وفي الزنقه تقول انت هذا بروفيسور تاع لا جونتياس، مي سبحان الله لو كان فيك الخير بدا بالناس اللي معاك، ابدا باهلك بزوجتك يا اخي سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فكان النبي يعاون زوجته، يعاون ازواجه، كان يخيط الكسوه تاعو، يخسف النعل تاعو، يكنس البيت، يطيب معاهم، ماشي عيب سبحان الله، ماشي عيب. بصح كي تجي وقت الصلاه يروح يصب، وقت العباده وقت الشغل شغل. كيفاه انت يا باه تنوض تجيب كاس تاع ماء وتشرب يليق هي، جيبي لي كاس ماء، والمراه مسكينه راهي راكده مريضه تتوجع، جيبي لي كاس ماء ديري لي قهوه. مين وضم تدير قهوه يا اخي؟ ما فيهاش مشكل، ما فيهاش مشكل. المراه تاعي عيانه وتعبانه وكل شيء،
نحط لها تاكل عند راسها. ماهوش هذا الذل ولا تحكم فيا، نو وكونترار، لازم ان تبنى البيوت على المحبه وعلى الموده، سبحان الله العظيم. وما احنا الا بشر يا اخواني، ان شاء الله كل هذه يا اخواني لو كان تعود هذه الامور، هذا لي برينسيب اللي كنت نتكلم عليهم، لو كان يعود عندنا ثقافه، تعود كلتور عندنا، نكون فهمنا ما معنى الزواج. لانه للاسف الشديد بوكو جون كي سافا كاسكو سي لو مارياج، يحسب جيب امراه برك دخلها للدار وقراني تزوجت وليفريت فامي وخلاص، وهي ثاني ليسونسييل تخرج من الدار عروسه والكورتاج وعندها ليفريت فامي وقال ساي عندي راجل. مي اسمع، المارياج يا صاحبي راها مسؤوليه، صح، لازم تكون عندنا ثقافة تاع الزواج، هذا تكون عندنا إلمام بما معنى الزواج، راهي مسؤولية، راهي كذا، راهي أولاد، راهي زوج، راهي كذا، كل هذه الأمور. فلا بد يا إخواني إن شاء الله من الإلمام هذا. وصلنا في الأحد الماضي يا إخواني إلى موضوع خطير جدا، يعني تكلمنا في بدايته، واليوم سوف نحاول إن شاء الله أن نكمل هذا الموضوع. فتكلمنا في الأحد الماضي على الخيانة الزوجية يا إخواني، لا تخونفري، يعني دون يعني لي فوايي. فالخيانه لوسكون دي الخيانه، كلكان كي تراي سا فام او لا فام كي تراي سا يعني سون ماري. فكلمه الخيانه يا اخواني سبحان الله العظيم، لابد ان نفهم بانه ماهوش غير عند الراجل، ولا ان الخيانه غير عند المراه، نو. داير الخيانه اللي قالها للزوج، اللي قالها المراه والراجل، والا ما تكونش خيانه، هذه ما معروفه. اذا فالخيانه من جانب الرجل والخيانه من جانب المراه، اذا فهما للزوج يا اخواني، يعني للزوج، يعني مشتركين في هذا الامر. فباش تكوني متخايزه يفوك يا ادم ينفهم، ولا ينفهم انهم s'il n'y a pas un منهم il n'y a pas de trahison. إذن فهما مشتركان يا إخواني. فهي من جانب الرجل يعني ما تليقش ومحرمة، وكذلك من جانب المرأة، ومن جانب المرأة، ولكن كما يقول العلماء من جانب المرأة أكثر ضرر، لأنه الرجل قد حتى وإن وقع في هذا الذنب في هذه الكبيرة، فممكن أنه يتزوج بهذه المرأة ويصلح الحال. لكن المرأة ما تقدرش إذا خونت زوجها مع إنسان آخر، فما تقدرش تتزوج به، إذن فتقع في الحرام. لكنها الخيانة كيف يا إخواني. نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات يا إخواني إن شاء الله. إذن يعني الأمور يا إخواني اللي راهي تهدد البيوت، واللي هي سبب الخيانة، فيعني في الخصوص وبالخصوص في الوقت اللي رانا فيه يا إخواني، وقت يعني اللي يعني الخوف تاع ربي ما كانش يا إخواني، الخوف تاع الله غاب، لأنه الوازع الديني الضمير لا كونسيونس يا إخواني كي ما تكونش عند الإنسان فقادر يدير أي حاجة. لكن لما يكون الوازع الديني اللي هو الإيمان لكرند الله سبحانه وتعالى موجودة، فهنا الإنسان يخاف، لأنه يعرف بأن الله مراقبه، أن الله ناظر إليه، أن الله ينظر إليه، فيخاف الله سبحانه وتعالى. لكن إذا غاب هذا يعني العامل الأساسي وهو تقوى الله وخوف الله سبحانه وتعالى، فهنا الكارثة. ولهذا يا إخواني نفهم يا إخواني سر يعني اهتمام الإسلام واهتمام الدين بتاعنا في الاختيار بجانب الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، lorsqu'il se présente quelqu'un d'une bonne moralité et d'un bon comportement، فزوجوه. من ترضون دينه، ويقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولمالها وجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين. إذن شخص لفام بيوز، شخص لماري بيو، لأنه هذا هو الوازع الديني في خوف الله سبحانه وتعالى، إذن فيبتعد عن كل ما هو محرم. نسأل الله الثبات يا إخواني. الخيانة يا إخواني لا تخونخي ولا لا تخيزون ولا راهي دي دوغري يعني اون دوغري كما نقول، راهي درجات.
فهناك يا إخواني يعني الخيانة اللي ممكن تصل درجة واحدة برك وتحبس، وهي النظر المحرم. يعني النظر المحرم، الإنسان يخزر يعني لمرأة ماهيش تاعو، لكن يحبس هنا ما يزيدش يفوت للقدام. وهذا النظر يا إخواني ممكن يكون في الشارع، ممكن يكون يعني في السوق، ممكن يكون في العمل، ممكن يكون حتى في الدار في داره، وذلك من خلال النظر إلى الإنترنت والصور الخليعة وكذا. إذن فالخيانة الأولى تكون في هذا المستوى الأول هذا، وهو خيانة النظر. والنظر يا إخواني هو البريد، سكومونس توجور باغ يعني النظرة، ومن بعد النظرة يتبعها حوايج أخرين. فلو كان الإنسان يقف عند هذا الحد، عند هذا الحد هذا، وهذا الحد ما يوقفك عنده إلا خوف الله سبحانه وتعالى. فيعني النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ليتركها خوف مخافة الله سبحانه وتعالى، رب العالمين يبدله بسهم إيماني يجد حلاوته في قلبه، يجد حلاوته في قلبه. فلهذا جعل رب العالمين المبدأ الأول تاع الحجاب، البريمي برنسيب تاع الحجاب، غض البصر. غض البصر هذا الحجاب الأول، الحجاب الكبير هو غض البصر، سواء من المرأة أو سواء من الرجل. أما إذا كان الإنسان يعود يطلق عينيه كليفار تاع الطوموبيل، سبحان الله كل شيء يضويه، فما يعني اللي واقفة ما يطلقها، واللي قاعدة ما يطلقها، واللي راكبة ما، فهذا النظر هو يعني اللي جر إلى العواقب الأخرى. المرأة يا إخواني كذلك تعود عينيها يلعبوا دو بارتو، سبحان الله العظيم كلي سويقلاص تاع الطوموبيل، هذه كذلك أمر خطير، فلا بد من غض البصر. بعد هذا يا إخواني، بعد هذا تجي يعني الخلوة، درجة أخرى من الخيانة، وهي الخلوة. الخلوة استدير لفات كأنهم ينفان ستخوف تاتا تات. الخلوة في البيت أو في السيارة أو في العمل أو ما نشعر فكذا. فهذه يعني الدرجة الثانية، الدرجة الثانية، بس كلا يعني أنكور لو ريسك، يعني الخلوة سافدير كأنكور لو ريسك. إذن فلهذا هي يعني خيانة، خيانة أن الإنسان سبحان الله كما راه صار يعني، ولا تعادى الآن، ولا تعادى عالمية مثلا، شاك ديركتور اللي يفو إن سكرتير، وعلى بوركوا إي با أن سكرتير يا إخوان، والمشكلة تحل. ولا شاك يعني مرأة يعني بي دي جي ولا يعني ديركتريس تاع لازم لها أن سكرتير، ولا لازم لها مانيش عارف أن كونسي يكون، وعلاه ماشي إن كونسياغ وخلاص المشكلة تحل. إذن فالخلوة هذه قد تجر، ولهذا نشوف بعض البيوت هدمت بسبب العمل. أدى السكرتير تاعه، ولا أدات الكونسي تاعها، ولا أدات الشوفير تاعها، ولا كذا. فهذه من كثرة الخلوة بالمرأة هذه والتحدث إليها وكذا، فيجر سبحان الله. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إذن ثم يعني تجي الدقري الصعيب، الدقري الأخير، وهو الخيانة الزوجية كارمو، يعني الخيانة الزوجية. فهنا هذا الخطر يعني لا ترايزون يعني او سونس بروب دو مو سونس يعني لو فات كو لوم فا افيك اون اوتر فام ولا لا فام فا افيك ان اوتر اوم مالوريزمون كو سا دوفيان اوجوردي لا مود في الوقت تاعنا، نسال الله ان يثبتنا يا اخواني. فهذه الخيانة، هاد لا ترايزون يا إخواني، قلنا لها أسباب، يا دي موتيف بور سا، سي با بور جستيفيي، نو سي با بور جستيفيي، مي لها أسباب يا إخواني. فيعني أسباب الخيانة، الخيانة الزوجين، يعني سبب خيانة الزوج لزوجته أو خيانة الزوجة لزوجها يا إخواني، فيعني لها أسباب. فلما الزوج مثلا يهمل وينشغل عن زوجته، سبحان الله الانشغال عن زوجتك ما تتلهاش بها بالكل، الخدمة أو الدين إلهي، الخدمة الخدمة الخدمة، يعني الخدمة الخدمة، تعي هذا المرأة هذه وتكره كل شيء غير كلمة زوج الخدمة، راني لاهي في الخدمة، وتدخل للدار بالمشاكل تاع الخدمة، وتخرج منهم بالخدمة، وتقعد في التليفون في الدار يستناو فيك باه يتعشى وانت في التليفون الخدمة ودير. لا لا، الخدمة لها وقت يا إخواني، الخدمة لها وقت، والخدمة لها مكان عندها، الخدمة
المغازه الخدمه اما في البيرو وبوان انالين، اما تدخل للدار بالخدمه وتخرج بها بالخدمه وفي النهار الخدمه، فهذا الانشغال قد يفضي الى ان المراه هذه تكره. لا اقول بور سو جيستيفي تروح تنام، ولكن هو من الاسباب يا اخواني. ولا العكس، المراه سيرتو النساء قد يغفلن هذا الجانب هذا. دي فوا لي فام يزوبلي سيرتو كي تجيب الاولاد، يعني يا نادي فام كي يجيبوا الاولاد خلاص ينساو الراجل، ينساو الراجل. يا مرا وين راكي؟ راني لاهي مع اولادك ابن عمي شيبوني، فهمت؟ يولي هذا الراجل حتى يولي غير مولاده، امي الاولاد في بلاصتهم وبيهم في بلاصتو وكل حاجه في بلاصتها، سبحان الله العظيم. اذا فهذا الاهمال تاع الزوج من طرف الزوجه تاعو يخليه يفكر سي با بور سو جوستيفي، ولكن قد يدفع الى الخيانه يا اخواني. كذلك قلنا من الاسباب لموتيف تاع الخيانه اللي راها اليوم والمشكل الكبير يا اخواني، يعني لي مويان دو تكنولوجي، هذه الوسائل تاع التكنولوجيا الحديثه، لي بورتابل، الانترنت، لي فيسبوك، يعني سبحان الله العظيم، كلها هذه يا اخواني يعني من الامور اللي تحدث الانسان بالخيانه. المسلسلات هاو المراه اللي تقعد تشوف النهار كامل وهي تشوف المسلسلات، اللي هذه خونه راجلها مع هذا، وهذه راهي مع فلان لاكتر الفلاني، وتقعد تشوف كل يوم هذه الامور هذه، يعني فسبحان الله تخدم لها في راسها، الفكره تجيها في راسها، تحب تدير كيما هما. هاو اللي تظل تشوف في مهند وتشوف في مانيش عارف انايا دبي من الصباح للعشيه، وتظل تشوف في مش عارف انايا تقول لك سبحان الله لي فيلم تاع الكور وكيف الخيانات اللي فود لامور ومش عارف انا كذا. او هذه المراه كذلك خلاص، ولا كذلك الراجل اللي يقعد في الانترنت، يقعد في الانترنت ويقعد في الفيسبوك وكل شيء القضيه، فهذه قد تجر التليفونات يا اخواني، الجسامات لي بورتابل سبحان الله. فكي تقعد انت تهضر ساعه مع امراه في التليفون بزاف سبحان الله، قد تجر الى الخيانه يا اخواني. اذا فهذه الوسائل يا اخواني راهي خطيره. لا اقول باللي الانترنت حرام ولا البورتابل حرام، لا اقول سوء الاستعمال لورسك اون لي زوتيليز، يعني لا مال يوتيليزاسيون تاع هاد الوسائل هذو. الانترنت لو كان تستخدمها مليح في الوسائل تاع العلم سي بون سي نوتي، بصح كي نستعملوه في الفيسبوك ونقعدو نحكو ساعتين ثلاثه، فهمت؟ ما يضرهش راسه، وكان يفوتوا صلاه العشاء، ما تفوتها صلاه العشاء والجماعه، لا يقول لك كنت في التليفون، والله كنت نعيط كان في التليفون مع من كنت. ولهذا تصيبه يخاف يبلع على روحها في الدار في الشمبره باش المراه ما تسمعش، ولا هي تبلع على روحها، فهمت؟ ودائما كي يعيط الراجل في النهار المراه التليفون اوكيبي، يا امراه اوكيبي، لا ما كنتش حطتها مليح الكومبيني، ما كانش محطوط مليح، وهي من الصباح راهي تحكي ما كانش محطوط الكومبيني، ها نهار ما كانش الكومبيني محطوط مليح، النهار الاولاد هرسوه ونهار الاخر شاو. لا يا اخواني سبحان الله. اذا فهذا القضيه، حتى وصلنا الوقت وين عاد الانسان يرقد بالبورتابل تاعه، يرقد بالبورتابل تاعه، ولا اصبح الانسان عنده طروا، يعني داير له شحال من كود باش يتحل البورتابل تاعه. هذا كله باش يعني المراه تاعو ما تفيقش، ولا المراه تاعو ما تقراش لي جسامات، ولا ما تردش على التليفون، ولا هو كذلك ما يقراش البورتابل تاعها وما كذا. وهذه كله من يعني اللي قد تجر الى الخيانة. كذلك بعض النساء يا اخواني، ان شاء الله تكلمت هذه، بعض النساء راهم يغلطوا يا اخواني، وهذه غلطه تاع النساء، تروح تحضر مع يعني نساء واحد اخرين، والعشيه كي تجي تقعد تحكي لراجلها وتلاقيت مع مرت فلان وجات تعرف كي دايره، او عندها واحد لاطاي تعرف كي دايره ما شاء الله وعينيها كذا، انت تسمى راكي قريبه تقولي له روح مع هذه المراه هذه، كي قاعده تحكي له كي دايره وكي دايره وشابه وعينيها وكذا، الراجل هذا غادي يقعد يفكر سبحان الله العظيم. فلا يجوز ان المراه تروح تحضر في عرس ولا مش عارف كذا مع النساء وتجي توصف الراجل هالسة تاع الناس، لا يجوز سبحان الله. المجالس بالامانه، كي تقعد معك امراه راهي تقعد معك ثقه، كي يقعد معك راجل يا اخي راهي يقعد معك بالثقه، في المجالس بالامانه ما تروحش انت. لهذا قلت لكم يا اخواني حتى كي تروحوا للعراس ولا مش عارف كذا،
هادو لي كاميرا اللي غير اللي نوض يصور اللي نوض يصور. لا سي محمد حبس يا سيدي، اما تصور انا وين بغيت تروح التصويره هذه انايا، وبالك نصيب انا التصوير تاخذها في الفيسبوك. اتون جي دوموند لا بيرميسيون. سبحان الله العظيم، مرت فلان قاعده معاك يا اخي، ولا مرت راجل قاعده معاك تنظم تصورها بدون اذن بدون اي شيء، وزيد هي تتبين لك سديها زعما تتبسم. انسوغيغ. لا يا اخواني سبحان الله العظيم. إذن فهذه هذه كذلك من الأخطاء أو من أسباب الخيانة الزوجية. كذلك من أسباب الخيانة الزوجية يا إخواني، لما يكون الزوج مريض أو الزوجة مريضة ونخبوا. يعني إنسان يروح يخطب امرأة وما يقولش بلي راهي مريضة، ما يقولش بلي مثلا ما عندها أنسلرة، ولا مانيش عارف أنا راها مريضة. فمن بعد يكتشف هو هذا المرض هذا سبحان الله. ولا المرأة يروح يزوجها مع إنسان ومن بعد تكتشف بلي هذا السيد مريض. إذن فهذه قد تدفعها إلى الخيانة الزوجية، الخيانة الزوجية. وهذا يعني مش معناتها بورسي جتيفي، ولكنها من الأسباب يا إخواني. فلهذا قلت يا إخواني، عندما يروح الإنسان يخطب يا أخي فيه عيب، قالوا دي يسمعوا حبوا كذا راه مريض مثلا راه يداوي ولا مانيش عارف كذا، باش ما تخدعوش بنت الناس سبحان الله، وباش ما تخدعوش ولد الناس كذلك. ها انت ترفدي روحك منا تروحي للبلاد تخطبي لولدك، وانت ولدك راكي عارفاته مريض ما يقدر يقوم امراه، ما هو خدام، تروحي للبلاد تبيني روحك سبحان الله، خاطش الاورو شويه راه غالي، وتبيني وانا ولدي، ومن بعد مسكينه تجيب بنت الناس انا تغروها. لا يجوز هذا سبحان الله، هذه خديعه، وقد تدبروا بنت الناس حتى تولي يعني في الحرام سبحان الله. ستولا قبضتوها بالكواعد، يجيبوا بنات الناس بنات الاصل وكل شيء، وليداتهم مرضى وليداتهم ما يصلحوش، ويزيدوا يقبضوها مسكينه بالكواعد وتولي مسكينه يعني القضيه. فهذا لا يجوز. ولا كذلك العكس يا اخواني. اذا ثم الحاجه الاخرى اللي كذلك تجر الى الخيانه، وهي عدم الكفاءه، لا باغيتي. لما الانسان يدي امراه ماهيش في مستواه، ولا امراه تدي راجل ماهوش في مستواه، فهذا كذلك يعني يجر الى الخيانه سبحان الله. لما الراجل يحسب روحه هو راه مرفح وجابها مسكينه قليله وكذا، تبان له بلي ودي هو انا بدراهمي يا صاحبي، انا بدراهمي ورحت نجيب في وحده كاع يتغاب هذا القضيه. فامليح الانسان الكفاءه، ربي يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه قضيه الكفاءه لا باغيتي. إنسانة مسلمة تروح تدي جاوري، لا يجوز سبحان الله. وأكثر شيء المصيبة اليوم يا إخواني هذا الزواج تاع الإنترنت، هذا الزواج تاع الكذب في الإنترنت. إنسان ما يصلح حتى الحاجة ويحط لك روحه في الإنترنت ويدير لك باللي عنده دبلومات وعنده بلاصة وعنده لوطو وعنده دار، وهو ما عندهش قلادة في الفوايي، يسكن في الفوايي سبحان الله. وتجي هي تطيح على راسها وتقول لوالديها غير هذا ولا ما كانش. يا بنت الناس اتقي الله، يا بنتي خافي رب العالمين، رانا ملي خرجتي من كرش امك وحنا موراك تعبانين نربو فيك نقرو فيك، ومن بعد ديرينا كيما هكا تردينا الصرف هكذا سبحان الله. ولا العكس صحيح، راجل ما شاء الله ولد ناس ولد عائله، فهمت كيفاش، حتى يقول لنا انا رايح مش عارف انا البلاد الفلانيه شكرا حدير، لا راح نحوس، هو راه تعرف على وحده في الانترنت ويروح الوحده ما تسوى ما تصلح في فلان. هذا الزواج تاع الانترنت يا اخواني والله له خطر كبير على المجتمعات، خطر كبير على المجتمعات، راهو يهدم البيوت. انا نقول لكم اسمحوا لي على كل حال، انا نقول اسمحوا لي، انا بنت الاصل وبنت الفاميلا ما تحطش روحها في الانترنت، بنت الاصل وبنت الفاميلا ما تحطش روحها في الانترنت ابدا باش تعرض نفسها للزواج في الانترنت. ولا ولد الاصل وولد الفاميلا يحط روحه في الانترنت يعرض نفسه على الزواج، والله لو كنت صالحا الناس تجري موراك والناس يخطبوك في الطريق، والله لو كنت صالحه ومؤمنه الناس تجري موراك ويفرشوا لك الارض ذهب ويتمنى كل واحد. فنتقي الله سبحانه وتعالى. اللي راهم يسوفروا كثر في هذا الزواج تاع الانترنت، لي جون كيسوفر بوكو سي لي بارون، الوالدين. هل يعقل هل
يعقل يا بنت؟ هل يعقل يا ولد أنه باباك وامك اللي تعبوا اللي سهروا اللي مرضوا في بلاستيك اللي جاءوا اللي باعوا قشهم باش تقرا اللي باعوا داروا كل شيء باش توصل تولي راجل ترد لهم الصرف كيما هاك؟ استناوا النهار اللي يفرحوا فيه ويزوجوك ترد لهم هاك الصرف؟ ماشي تفرحهم تمرضهم تركب لهم الديابات تركب لهم يعني التهلويس الرقود يحرم عليهم. لما الأم تشوف ولدها راح للهاوية ولد صالح رباته وقراته من بعد يروح يجيب واحدة تعزمها سبحان الله لا أصل ولا فصل، ولا البنت يكبر فيها أمها وتقري فيها وتعب فيها ومن بعد تشوف تروح تجيب لها واحد ما يصلح حتى الحاجة. وين عرفته؟ عرفته في الانترنت. اتقوا الله اتقوا الله يا أولادي، خافوا رب العالمين سبحان الله. والله والله يا بنت الأصل وبنت العائلة وبنت الفاميلة ما تسمح الروحة تحط لا 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 تحط يعني روحها في الانترنت. انت يا اخي لو كان انت اللي رحت جبت هذه المرأة على الانترنت، لو كان اختك حطت روحها في الانترنت دير قرة وكل فاش وحشمت بينا وطيحت بينا وتحط روحها في الفيسبوك، وانت على روح جبت هذه اللي حطت روحها في الانترنت؟ ولا انت كذلك لو كان خوك حط روحه في الانترنت ولا اختك تتناي فيه وكيفاش ويحشم فينا ويحط روحه في الفيسبوك وكذا، وانت على روح جبتي لهم هذا اللي من الانترنت؟ فصفحات الفيسبوك والانترنت وهذو اللي ماشي يعني اللي ميسنجري توسا، والله يا اخواني هي من الخيانة في بدايتها من الاول التالي من الخيانة، لانه مبنية على الكذب مبنية على الكذب. كان اللي هو راجل وحط روحه في الفيسبوك امرأة، وشحال من البيوت تهدد بسبب الفيسبوك. كان المرأة اللي حست براجلها راه خادعها في الفيسبوك تروح تحط روحها وتدخل على لاباج تاعه وتقول لصحاباتها هضروا معاه هضروا معاه باش نشوف لا كان يمتخاي ولا لا، ومن بعد يقع الرجل في الخيانة وتقبضه تقول ها فقت بك شفت هذيك انا يا فلانة ماشي هي انا هي. اذا فتقع وبالتالي يصل الى الطلاق. إذا فلنحذر من هذه الأمور يا إخواني إن شاء الله. فقضية هذه لحظة ونعود مستمعين إن شاء الله ليعني مواصلة حديثنا إن شاء الله، لحظة ونعود.